مالك يا صاحبي؟ دكتور أمال، أقول لك كلام في سرك؟ بتسوق مع المدام وواقع من الجوع، وشكلي هنهار قصاد من الحاجات اللي أنت حاطط عينك عليها دي، بالصلاة على الحبيب المصطفى. الله، حلويات وبتاع وشغل فاخر. أنا هنهار. طب بقول لك إيه؟ أنا عندي حتة اقتراح حسين هيظبط الدنيا. إيه هو؟ تيجي نطلب قهوة؟ بقول لك جعان، تقول لي قهوة؟ طب جرب جرب وهنشتمك. هتعمل لي ايه القهوة دكتور أمير؟ هتقتل الشهية وهتزود الحرق وهترفع حالتك المزاجية وهتزود نشاطك، هتخليك تقوم وتنسى الأكل. يلا بينا، والله أنا متعود أسمع كلامك. يلا على القهوة. يلا بينا. ها، إيه رأيك في القهوة؟ القهوة عايزة رأي، طعمها وريحتها كل حاجة فيها بتعشقها، كل رشفة بتتعشق أكتر من قبلها، بس أنا عايز أشبع. خليك فاكر دي. هنستنى جرب وعرفني إيه أخبارك بعد شوية كده. خلاص، نرجع بعد ما نخلص كوباية القهوة ونشوف عامل إيه. ماشي، يلا بينا. ها، قول لي بقى رأيك إيه بعد ما خلصت القهوة؟ بعد 10 دقايق من شرب القهوة، إحساس الجوع عمال يقل فعلا بصراحة. دكتور عماد وبس. ربنا يخليك، يا رب دايما ساعة الجوع نشرب قهوة. نشرب قهوة. بس اهم حاجه من غير سكر. صح كده. السلام عليكم. صح.